بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض اداه قوي جدا. موديل اتش شارب دي بنستخدمها لما نكون شغالين على موديل وعايزين نتاكد ان طريقه التسميه سليمه، ان مفيش حاجه دوبليكيت، ان مفيش مشاكل موجوده. فبنيجي هنا كونفيجر، بنبدا نظبط الاعدادات، وبعد كده بنيجي هنا نبدا نعمل فحص. ولو احنا شغالين وحبينا نرجع لاخر فحص بدل ما نكرره، بقول له وريني اخر فحص. هنا بيفتح لي موديل كتجربه لو انا ما عنديش اي موديل. هنا بيدخلني على الهلب، هنا بيديني بعض الاباوت او بعض الانفورميشن، وتلاقي الموقع اللي انت تقدر تحمل من خلاله البرنامج دوت. هو برنامج بتحمله مجاني من غير لا كراك ولا باسورد ولا حاجه خالص. طيب بقول له كونفيجر، تمام. بيقول لي اول حاجه بقول له هنا اوبن، بحدد ايه الحاجه اللي انا عايز افحص مقارنه بيها. يعني في هنا موديل سليم متسمى التسميه سليمه وشغل سليم وكل حاجه، فانت بتختار مثلا حاجه معينه، تمام. ممكن لو انت عايز ملفات الكوبي، ممكن عايز مثلا تقارنه بالفاميلي كاتيجوري باليونيفورمات، بتحدد الملف اللي انت عايز تقارن بيه، او عندك ملف معين فبتقول له اوبن وتختار الملف اللي انت عايزه، ويبدا يعمل المقارنه بينهم. فهنا هقول له اوكي، فبيبدا يجيب لي الاعدادات ديت، تمام. كل واحد فيهم بيبقى فيها خصائص معينه. هنا بيتكلم مثلا عن جنرال، هيتاكد من البيرج والورنينج والفايل سايز. السيتنج هيتاكد من لاين ستايل اوبجكت ديزاين اوبشن اريا و و الحاجات ديت. الاليمنت هيتاكد من الجروب، من الامبليس، من الماس، اللينكات، الفيو شيت، اتاكد ان مفيش فيوهات معموله مش محطوطه في شيت، ان مفيش عناصر مخفيه، الورك شيرنج، تمام. لو انت غيرت الاعدادات ديت هتلاقي الحاجات اللي هنا اختلفت تماما. يعني لو جيت اخترت مثلا دوت وقلت له اوكي، بيبدا يجيب لك اعدادات اخرى تفحص حاجات تانية. فمهم جدا اكون محدد ايه الهدف من الفحص. يعني هل انا عايز افحص العناصر ديت، ولا عايز افحص هل في فاميلي معينه مثلا مساحتها كبيره، او في فاميلي مش موجوده، او هكذا. فبيبدا يجيب لي الخصائص اهيت، ويبدا يعمل لها فحص، تمام. فحسب الفحص اللي انت عايزه، خلينا نختار اللي هو جينيريك موديل، تمام. وعندي جينيريك اليمنت، وعندي كوبي زي ما انا عايز اهو. بقول سيف الاعداد بتاعتي، تمام. وبعد كده هقول له فينيش. عندي هنا جنرال سيتنج متريك ولا امبريال، عندي هنا سامري بيبدا يجيب لي الحاجات اللي هتفحص كل واحده فيهم. هنا اقدر اخلي الحاجات دي كلها مفتوحه، او اعمل لها كلابس بالشكل دوت، او اقول له كانسل. هقول له فينيش، وبعد كده هاجي على ران تشيك. بيقول لي عايز اضيف ملفات، تمام. ممكن اقول له افحص لي كل الملفات، تمام. وممكن اقول له ران ريبورت، فهو بيبقى يفحص ويقول لي ايه الملفات اللي فيها مشاكل، تمام. طيب الحمد لله ده عدى من الاختبار، تمام. بيشوف البيرج والورنينج والرسائل، وجاب لي النتيجه المشاكل اللي فيها بالشكل دوت، بحيث يقول لي مثلا ايه الحاجه اللي المفروض تتعدل قبل ما نبعتها للناس تعملها. مفيش ورك شيرنج، مفيش حاجه اسمها ورك سيت، تمام. ده الملف ده بالسنترال، فهو بيجيب لي معلومات، بيقول لي ايه الفيوهات اللي موجوده في الشيت والحاجات اللي مش موجوده في الشيت. فده بيبقى ممتاز جدا ان انا افحص. في عندي اكتر من فحص، ده فحص بسيط، في حاجات تانية بتبقى فحص اكتر. هنا ممكن تدوس هنا عشان تشوف اخر نتيجه اللي عملناها، بدل ما تكرر موضوع الفحص وياخد وقت، تمام. ممكن نجرب الكونفيجر ونقول له طب انا عايز افحص من خلال حاجه تانية، مثلا ال ميتشيغان يونيفرستي، واقول له اوكي، فهو بيفحص حاجات تانية. انا اختار بقى العناصر اللي انا عايز افحصها، تمام. ده كل ده ما اعتقدش انها موجوده في الموديل عندنا، البرامج والالكتريكال والحاجات دي مش موجودة عندنا. طيب خلينا لو احنا اخترناها، غالبا هيقول لي ان الحاجات دي كلها مش موجودة. كل واحدة من دول الشيلر بتبدأ تختار بقى الحاجات اللي انت عايزها منها. اقول له سيف، واقول له فينيش، واقول له ران تشيك، ران ريبورت. في حاجات كتيرة مش موجودة اصلا، تمام، لان الموديل ده معماري مش كهرباء ميكانيكال. فبيبدا يجيب لي المعلومات اللي كان في حاجه ناقصه، اذا كانت في جروبس. هو الجروبس بيعتبروه خطا ان انت بتعمل جروبس كتير في قلب الموديل. فالاداه دي من الادوات اللي الواحد كتير بيستخدمها، موديل شيبر، وبنستخدم برضو الكوبي اكستنشنز من الحاجات اللي الواحد بيستخدمها.